بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك بالتوجه من مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي وطواف الإفاضة. واتسمت حركة حجاج بيت الله الحرام بالإنسيابية وسط جهود مكثفة تبذلها مختلف الجهات المعنية بشؤون الحج خدمة لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وسط أجواء إيمانية تجرد خلالها من زينة الدنيا، رافعين أكف الضراعة للمولى عز وجل، راجين الرحمة والمغفرة والقبول، يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم مع أول أيام عيد الأضحى المبارك. ومنذ ساعات الصباح الأولى بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه من مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك. وبعد أداء رمي الجمرات بدأ ضيوف الرحمن بالتوافد على الكعبة المشرفة حيث أدوا طواف الإفاضة قبل أن يعودوا إلى منى للمبيت بها بقية أيام التشريق. ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصار النسك ليومين على أن يغادر منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من عيد الأضحى ويتوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع وهو آخر مناسك الحج. هذا وتتم عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام لهذا العام وفقا لخطة ميدانية وإرشادية لضمان أداء نسكهم بيسر وسهولة، إضافة إلى تدابير وقائية مكثفة لمنع تفشي فيروس كورونا.